من خلال برنامج سكراتش نقدر نعمل قصة ونخلي فيه حوار بين شخصيتين، او تقدر تخلي الشخص ده يبدأ يتكلم. طيب عشان نبدأ يتكلم لازم نحط الفين، مثلا ان احنا هنبدأ اللقطة بتاعتنا، او ان حد هيدوس مثلا على سبيس او اي فنت من دول يبدأ هو يترجم ويبدأ يتحرك ويبدأ يقول كلام. طيب ممكن يقولها من ناحية صوت، تمام، يعني يقول صوت مثلا مياو الحاجات دي، او نخليه هو يبدا يحط مثلا زي سي هالو، عندنا سي هالو وعندنا ديت، تمام. طيب سي هالو هيقول سي هالو وهيفضل السي هالو دي مدة مثلا ثانيتين، وعندنا طبعا هو بيفكر نحطه هنا. طيب عشان نتحكم برضو دي هيقول هالو لمدة مثلا جزء من الثانية، احنا عايزينه يفضل شوية، فنبدأ ننزل هنا لحد ما نلاقي حاجة في مش في الساوند، في الكنترول ويت مثلا نخليها 3 ثواني، تمام. طيب خلينا نجرب دي لوحديها ونشوف اللي يحصل. صوت قطة وكلمة هلو فضلت ثانيتين. طيب لو جيت هنا وبدأت ادوس سبيس، تمام، بتفضل موجودة، احنا عايزينها تختفي. طيب ممكن تقول له ايه، ويت استنى 3 ثواني، وخلينا ناخد كلمة سي ديت فنسي سي هلو اهيت، بس بدل هلو خليها فاضية، تمام. فايه اللي هيحصل بقى بعد كده لما تدوس سبيس؟ انا دوست على العلامة اللي فوق ديت فضل هلو لمدة ثانيتين. طيب لما تدوس سبيس تفضل هلو 3 ثواني، وبعد كده هيستبدلها بواحدة فاضية. ممكن تعملها سينك مثلا، تمام، بالشكل دوت، بدل سي خليها مثلا علامة السينك هي اللي تظهر، تمام. دي اللي هي ديت ثانيتين، بعمل هدوس سبيس هلو هتفضل ثانيتين، وبعد كده تتغير لام العلامة ديت. انا صراحة بفضل ان انا احط المدة الثانيتين دي مباشرة هنا، تمام، بحيث انها بتقعد ثانيتين وتختفي، وممكن تبقى في شخصية تانية تخلي في فرق بينهم. يعني خلينا نفترض ان في شخصية تانية، اي حيوان، ولا يكون مثلا دوج، الدوج ده هبدأ اخش في البرمجة بتاعته بالشكل دوت. ممكن نخليه مثلا اقول له اخش في الكنترول، احنا عايزين مثلا من الايفنت اول ما تبدأ، واقول له استنى 3 ثواني، وبعد 3 ثواني دول ابدأ اعمل بقى صوت مثلا اهوت، وابدأ اتكلم، سي هلو لمدة ثانيتين. طيب خلينا نبدأ ندوس كده، تمام. فكده تحس كده كأن في قصة ان هما الاتنين بيتكلم مع بعض، وممكن نحط مثلا خلفية معينة زي بلو سكاي كده. طيب انا عايز الكلب ده يبقى بص ناحية القطة، فخلينا اعمل سيلكت عليه واقول له كاستم، وبعد كده هقول له اقلب لي الكلب دوت اهوت، وخليها ننزل هنا، فالقطة ده ينزل هنا، تمام، اهو بالشكل دوت. خلاص يلا نبدأ.